بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم
بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فظن أن لن نقدر عليه فنادى وذنوني إذ
فظن سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا كذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات
كانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء في الدنيا له حد، أما حلاوة القرآن فليس لا حد. صدقت سيدي يا حبيبي يا رسول الله، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا على ما سمع حضراتكم، عالم من أعلام التلاوة فاضلة القارئ الشيخ صلاح شكر القارئ بهذه البلدة الكريمة.